التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الزامبيا لوساكا في مستهل زيارة هي الأولى من نوعها للرئيس المصري، حيث يشارك الرئيس السيسي في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقي كوميسا، والتي تشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. هذا وقد أجريت مراسم استقبال رسمية وشعبية للرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار لوساكا. وستركز قمة الكوميسا التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفهم مصر لقضية التنمية في إثيوبيا، مشددا في الوقت نفسه على أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره مصدر المياه الوحيد للمصريين منذ آلاف السنين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنغولي جواو لورينسو، أكد الرئيس السيسي أن مصر خاضت مفاوضات لمدة 10 سنوات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد حسب القوانين الدولية، ولم تطلب طلبات استثنائية. وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، قال الرئيس السيسي إن الصراع في السودان أثر على مصر بشكل كبير، حيث أنه خلال الأسابيع الثمانية الماضية نزح حوالي 200,000 سوداني إلى الحدود المصرية، مشددا على ضرورة التعاون لوقف إطلاق النار بالسودان. هذا كما شدد الرئيس السيسي بأن مصر على استعداد للتعاون مع أنغولا من خلال اللجنة الاستثمارية في البلدين، مشيرا إلى الخبرة الواسعة للشركات المصرية خاصة في مشاريع البنية الأساسية. استقبل الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية رئيس الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية السفيرة إنغريد أمر سفيرة أستونيا لدى مصر، وتناول اللقاء الصعوبات التي يشهدها العالم بسبب الصراع الروسي الأوكراني وجهود مصر لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة. وخلال اللقاء أكدت سفيرة إستونيا على اعتزازها بمصر حكومة وشعبا وما تسعى إليه الحكومة لتقديمه للمصريين. نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أي ضلوع لكييف بتفجير خطي أنابيب نورد ستريم، وفي تصريحات له أيضا قال زيلينسكي إنه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن. وأوضح زيلينسكي أن الجيش الأوكراني والأجهزة الاستخباراتية لم تفعل شيء من هذا القبيل، مضيفا أنه لا يوجد أي دليل على تورط أوكرانيا في هذا الأمر. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن المحادثات حول حل الصراع مع روسيا لا يمكن أن تبدأ فقط بتوقف القتال. وفي تصريحات له أضاف ديمترو كوليبا أن أكثر من 100 جولة من المشاورات ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 لم تتمخض إلا عن عملية عسكرية شاملة لأوكرانيا في فبراير 2022. طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسوفو بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب في شمال البلاد، وإلا فستواجه عواقب من حلفائها الغربيين القدامى. وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيارتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عشرات الجنود من قوات حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلنطي ومحتجين صرب في شمال كوسوفو. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للدول للحد من المخاطر المتصلة بالتقنية الحديثة. وقبيل محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، قال سوناك إنه على مر التاريخ تم اختراع تقنية ثورية حديثة وتم تسخيرها لصالح خير البشرية، وهذا ما يجب القيام به مجددا. The board, right? So I've been trying.
أصدرت نحو 13 ولاية أمريكية في الساحل الشرقي تحذيرات للملايين من سكانها بشأن جودة الهواء، وذلك بعد أن دفعت الرياح دخان حرائق الغابات شرقي كندا باتجاه الولايات المتحدة. ونصحت دائرة الأرصاد الجوية للأمريكيين في الساحل الشرقي للبلاد بمراقبة جودة الهواء، وأشارت تقديرات إلى أن 55 مليون أمريكي باتوا يستنشقون هواء ملوثا بسبب دخان حرائق كندا. يأتي هذا فيما دعا البيت الأبيض الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث الهواء. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.